اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل اعزائي المشاهدين. قبل الفاصل كنا بنتكلم ان حفله النهارده حفله ختاميه في برنامج حكاوينا بالمصري مع ندى هول. يلا نرحب بضيفنا. ازيك يا استاذ وليد؟ اهلا وسهلا. عامل ايه؟ الحمد لله، منورنا النهارده. ربنا يخليك يا فندم. جاهز؟ جاهزين طبعا. طب يلا نبدا بحاجه وبعد كده نبدا اسئلتنا. اوكي ماشي، يلا بينا. يا حلاوتك يا جمالك خلت للحلوين ايه، كان مالي بس ومالك تشغلني برمشك ليه، تشغلني برمشك ليه، من يوم القلب ما حبك ويومات في جرح كبير، والعين حلفت لي بحبك ما تنام طول ما انت بعيد، وبقالها سنين في حلاوتك ويالها يمين في جمالك، وبقالها سنين في حلاوتك ويالها يمين في جمالك، ما بلاش تبعت لي خيالك وتسوق على عيني دلالك، ما بلاش تبعت لي خيالك وتسوق على عيني دلالك، كان مالي بس ومالك تشغلني برمشك ليه، تشغلني برمشك ليه. حلو يا استاذ وليد. طيب نعرف بقى المشاهدين كده، استاذ وليد معانا. انا اسمي وليد منصور، انا يعني مش بغني من كتير، من 2016 كده، ومش العادي بقى ان انا مثلا كنت بغني في الحفلات بتاعه الجامعه وما اعرفش ايه والكلام ده، لا خالص. انا يعني كنت انا مهتم بالمزيكا من صغري، بحب المزيكا، بحب اسمع كتير، لكن ما كانش فيه الفرصه انه ولا الامكانيات ان الواحد يعمل حاجه خاصه بيه، اغنيه خاصه بيه يعني، لغايه ما قابلت الموزع محمد ياسر، كانت في قاعده مع ناس صحابنا كده وسمع صوتي، وانا ما كانش في بالي ان انا كنت اغني او اخد الخطوه دي اصلا. طب ليه ما نعملش حاجه، طب نتقابل في الاستوديو، ودي كانت البدايه يعني، دي كانت في 2016 اغنيه سنين بتفوت. يعني قبل الفتره دي ما كانش حد قال لحضرتك قبل كده صوتك حلو مثلا اه طبعا كان في ناس بتقول، بس اللي هو ايه، انا ما باخدش الخطوه، لا ما كنتش باخد الخطوه ان انا يعني اعمل حاجه. بس لغايه في 2016 قعدنا في الاستوديو وعملنا اغنيه سنين بتفوت، كلمات هيثم الهادي والحاني وتوزيع محمد ياسر. تمام. طب وبعد ما قعدنا معاه ايه اللي حصل؟ يعني هو وقتها حضرتك عارفه الانتاج في مصر في الفتره دي، من ساعه ما خلاص كل حاجه بقت ديجيتال، الموضوع ما بقاش، شركات الانتاج حست انه ما بقاش الموضوع مفيد بالنسبه لها او ذو عائد يعني، لانه خلاص دلوقتي السنجلايه مثلا او الالبوم بينزل بنلاقيه كله على النت، فما بقاش فيه بقى الكاسيت، ما بقاش فيه الكلام ده، خلاص ده كل ده انتهى، ولا السي دي ولا الكلام ده، فاعتمادها الكلي بيبقى على الحفلات مثلا او اعلانات او اي حاجه بقى. ف كل مطرب دلوقتي او هناخد الموضوع بشكل اشمل شويه، اي حد عنده موهبه دلوقتي فخلاص هو بقى دلوقتي هو اللي بينتج، هو اللي بيصرف على الموهبه بتاعته، هو اللي بيسوقها، لغايه ما يوصل لمرحله الناس بقى بتاخده تقول له لا تعالى احنا هنشتغل لك بشكل بروفيشنال شويه. فانا خدت الموضوع اللي هو ايه، يعني انا كنت فاكر يعني في الاول خالص، طبعا انا ما كانش عندي اي معلومات عن المجال الفني تماما يعني، ف كنت متخيل ان انا خلاص انا هعمل اول اغنيه هلاقي شركات الانتاج وكله بيجري ورايا بقى تمام. في الاول بعد ما خلصنا التراك اللي هو ها وبعدين هنعمل ايه، هنعمل ايه، ف لا طب لقيت انه كله واقف، لا طب اسيرش بقى، عملنا الفيديو ليريك على الأغنية ونزلناها على السوشيال ميديا. طب ما نسمع الأغنية. يلا اتفضل. لو موجودة هنا ممكن نلعبها. ممكن، أنا
محتاج ان احنا نطلع فاصل عشان نلعب. طيب ممكن نغني. يلا نبدا. تمام. سنين بتفوت علينا واحنا مش حاسين، انا وهي في بعدنا كنا متفقين، حاجات سبناها جوانا ما تغيرش احساسها، وليه الدنيا سرقانا ايام كنا هنعيشها، خلنا احساسنا ومش عارفين نرجع لبعض، قلنا لو نبعد يومين يمكن هنوحش بعض، ايام فاتت وراها ايام فاتت شهور وسنين، وكنا مش حاسين فاكرين يمكن هنوحش بعض، ايام فاتت وراها ايام فاتت شهور وسنين، وكنا مش فاكرين حاسين يمكن هنوحش بعض. حلوه كتير. الله يخليك. لما كنا في ايفنت مستقبل ابني وتعرفت عليك هناك يا وليد، كانت في اغنيه انت غنيتها كانت حلوه كتير، عايزين يخليك ليا. دي كانت تاني اغنيه وكانت نازله في الفالنتاين. دي برضو كلمات هيثم الهادي والحاني وتوزيع برضو محمد ياسر. طيب انت ما فكرتش ان انت تغني وحد يلحن تاني، ولا انت الاثنين التراك ماشي بيهم؟ لا، في يعني هو انا شويه خطواتي بطيئه في الحته دي يعني. هو انا تقريبا بنزل اغنيه كل سنه. ليه بقى؟ هو الانتاج صعب شويه يعني عشان يعني تطلعي مثلا اغنيه من كلمات، عشان تلاقي اصلا كلمات كويسه ده يعني بياخد وقت. الموضوع نفسه بياخد تجهيز ووقت كبير جدا. هو يعني عشان برضو يعني نطلع للناس حاجه تكون مختلفه شويه. طب انا عايز اسال سؤال، الكلمات دي هل بيجي حد بيعرضها عليك، ولا انت بتبقى قاعد كده فبتكتب؟ لا، هو انا مش بكتب، بس هو يعني احنا بنشتغل في تيم ورك. بيبقى في فريق عمل مكون مثلا من الشاعر والموزع والملحن لو موجود او انا. وبنتفق على موضوع معين مثلا بنتكلم فيه، او لو في مثلا ترند مثلا شغال ممكن نشتغل عليه. على حسب يعني، على حسب التوقيت نفسه. في الفتره دي انا ما بقتش يعني حابب اتجه للاتجاه اللي هو ايه، احنا نتكلم عن الحب والكلام ده، لا، كان ممكن نتكلم مثلا عن مشاعر تانية او مثلا مواضيع اجتماعيه او الكلام ده. ف يعني لسه برضو الفترة دي شوية الواحد بدأ يغير يعني. طب ليه ما اشتغلناش في كل مثلا موسم لحاجة نطلع بأغنية؟ يعني مثلا في عيد الأم يبقى ليها حاجة، عيد الحب. هو أنا عامل ده أوريدي. تمام. في عامل أغنية لعيد الأم، بس هي مش ما نزلتش السنة دي، نزلت السنة اللي فاتت. ولسه لغاية دلوقتي بقى المفروض أنا بجهز لكام حاجة كده، إن شاء الله الفترة الجاية ممكن يكونوا خلصوا يعني. تمام. طيب هنسمع يخليك ليا؟ إن شاء الله. يخليك ليا يا حبيبي، معاك قلبي مطمني، بتحلى في عيني يا حبيبي، معاك دايما بتسحرني، وجودك يعني مش اكبر من اني اعيش وانا لوحدي، كانت ايامي ايه قبليك كانت ولا حاجة يا حبيبي، أنا عايش عشان جنبك لقيتني بعيش، ومش حاسس بغيرك حتى نفسي مفيش، دي ليلة وكل يوم ليلة يزيد جوايا شوقي ليك، ومهما تكون قريب مني توحشني حبيبي أكيد،
يخليك ليا يا حبيبي معاك قلبي مطمني. انت كنت بتغنيها في الايفنت بالميوزك فظيعه. تقريبا كلنا كنا بندندن. طب الحمد لله يعني كانت حلوه كتير. الجديد بقى اللي جاي بعد كده اللي حضرتك بتحضره؟ هو الحقيقه يعني انا عامل كذا حاجه وحتى كمان شكل المزيكا مختلف شويه، الستايل نفسه مختلف. يمكن الاغنيتين او الثلاث اغاني اللي انا عاملهم اللي فاتوا واخدين شكل الفولك او الريجي شويه. الثانيه اخر اغنيه دي شكل المزيكا او نوع المزيكا اسمها بيزانوفا. فالجديد يعني هيبقى شكله شكل التراب، مزيكا التراب، وحتى الموضوع نفسه مش هاجي ناحيه الـ 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 الحب شويه، يعني هنبعد عن الحته دي شويه. حضرتك كنت بتقول هتمسك ناحيه تانية زي اجتماعيه شويه. بالظبط. زي ايه مثلا؟ ايه المواضيع اللي احنا ممكن نتكلم فيها؟ عن انه ممكن ندي مثلا طاقه ايجابيه في الكلام شويه للناس، ان هم يبصوا مثلا للهدف اللي هم عايزين يحققوه، ان هم مثلا يشتغلوا على نفسهم مثلا في حاجه. يعني لسه الكلام في الحته دي شويه احنا ما اتفقناش عليه، بس هو ده السكه. بس متفقين ان هو مختلف. بس هتمشي ازاي يعني الاغنيه بالكلام؟ هتمشي ازاي ان انت توصل هدف او رساله؟ مش هتبقى تقيله شويه؟ لا مش تقيله، هي الناس بتبقى عايزه الحاجه المختلفه دلوقتي. يعني خلاص، يعني انا من وجهه نظري شايف انه الناس بدات تزهق من حته الاغنيه اللي بتتكلم عن المشاعر العاطفيه والناس المجروحه والكلام ده. أيوة. يعني فشويه بنبدا نغير بحيث الناس ما تزهقش، لان الاغاني بتبداي تحس ان كلها بقت شبه بعضها. خلاص الاغنيه النهارده انت بتسمعيها هي 3 دقايق، فهتسمعيها دلوقتي هتزهقي منها كمان شويه، ممكن بعدها باسبوع اسبوعين تبداي تسمعيها تاني. فلا، لما اغنيه مثلا من الاغاني تعلم لازم تبقى مختلفه شويه، ونفضل نسمعها كتير. يعني حضرتك من 2016 لحد دلوقتي 2020 تقريبا كم اغنيه اتعمل؟ 3 اغاني بس. يعني كل سنه اغنيه، والسنه دي لسه ما نزلتش. لا لسه ما فيش. طب ما بتحسش ان في حاجه ناقصه، ان انت عايز تعمل اغنيه تانية، او بتحس ان انت من السنه للسنه ان انت المستوى بيقل؟ المفروض ده الطبيعي. لا، هو انا طول الوقت شغال على نفسي، يعني طول الوقت. ويعني انا مش بغني بس، انا بلحن، فبالتالي يعني انا شغال مع شعراء برضو ليهم اسمه ومعروفين، مثلا زي الشاعر احمد المالكي، الشاعر رمضان محمد. حضرتك بتلحن لناس تانية؟ هو لسه ده ما حصلش يعني. بس هو في كده مثلا في في شغل موجود، بس لسه طبعا ما لسه ربنا ما اردش. يعني اتعرضش عليك كلمات وجيت قلت لا مش هغني الكلمات دي؟ كتير. كان ايه السبب؟ يعني احيانا بيبقى الموضوع نفسه مش قوي كفايه. واحيانا بيبقى مثلا الكلام مستهلك. الاسباب كتير، يعني دايما دايما ايه، انت بتدوري على الكلمه اللي تعلم مع الناس. دايما يعني الواحد بيختار كلام انه اولا ما يبقاش شبه اللي فات، ثانيا الموضوع الاغنيه نفسه يبقى مختلف، ثالثا الايه الحنكه بتاعه الكتابه. بالزبط. يعني لان في ناس كتير مثلا بتكتب يعني انا اسف ممكن يرص كلام ويبقى فاكر ان هو ده كلام ينفع، يبقى لازم يبقى فيه سجع في الكلام. بالظبط. لا في يعني هو لا هي مدارس، يعني هي مدارس. في ناس مثلا ممكن تكون اغنيه حلوه قوي لكن انت ما تحسهاش، فبالطبيعي ان انت وارد مش هتعرف تدي الاداء فيها. بالظبط. ففي اسباب كتير. طيب اغنيه عيد الام بقى؟ اغنيه عيد الام. طب خلاص نسمع حاجة لعيد الأم. من مش عايزين نحرقها. ماشي، نسمع حاجة تانية قديمة مثلا من عيد الأم.
او جديده عامه. شوف انت عايز تغني يا وليد المايك معاك. خلينا نغني حاجه قديمه شويه ممكن غير عيد الام. نقول كل ده كان ليه لما شفت عيني تيرارارارارا. كل ده كان ليه لما شفت عيني حن قلبي إليه وانشغلت عليه انشغلت عليه حن قلبي إليه وانشغلت عليه انشغلت عليه. كل ده كان ليه كان ليه. قال لي كام كلمة يشبهوا النسمة في ليالي الصيف. خدني وفي قلبي شوق بيلعب بي وفي خيالي طيف. غاب عني بقاله يومين معرفش وحشني ليه. احترت اشوفه فين وان شفته حد. غاب عني بقاله يومين معرفش وحشني ليه. احترت اشوفه فين وان شفته هقوله ايه. كل ده كان ليه لما شفت عيني حن قلبي إليه وانشغلت عليه انشغلت عليه. كل ده كان ليه كان ليه ليه. حلو كتير. ليه بقى؟ بس ما فكرتش ان انت الاغاني القديمه مثلا بما انك بتلحن تايت تلحين حاجات كده وتعمل كذا حاجه مع بعض مثلا تشطب وتحط صح؟ لا توزيع بقى يعني توزيع. ممكن يعني نحدث الكلام ده بس هو اتعمل كتير. بس انا فكرت بصراحه لان انا بحب الفتره بتاعت زمان دي جدا. اولا المزيكا كانت بيور وكانت الناس عندها يعني عندها وقت تسمع وقت تسمع لا وبيحسوا الحاجه يعني غير طنين دلوقتي الاذن. غير دلوقتي. دلوقتي سمعنا الاغنيه خلاص خلصت شوف اللي بعدها. انما الاغنيه اغاني زمان كانوا بيعملوا الحاجه بروقان بال ومزاج وبتطلع مش اي كلام يعني. فانا كان نفسي ابقى عايش في الفتره دي بس ما حصلش نصيب. ممكن اعمل حاجه زي كده. مين من المغنيين القدام اللي بتحب تسمع لهم او تغني لهم؟ ناس كتير قوي يعني. طبعا عبد الحليم حافظ، محمد عبد الوهاب. نقول محمد قنديل. حلو. ففي اسامي كتير يعني. مين اللي بعد كده بقى شويه؟ اللي بعد كده بالترتيب يعني في لو خدنا مثلا فتره التسعينات، فتره التسعينات برضو والثمانينات كانت غنيه قوي بالمزيكا وحصل فيها نقله فظيعه يعني. يمكن حميد الشاعري طبعا هو السبب في النقله دي لانه طلع اجيال كتير قوي. مثلا مصطفى قمر بالظبط، ايهاب توفيق، حكيم. كان في الناس دي اختفت راحت فين؟ لا ما اختفوش، هما موجودين بس يعني ايه
في اللي قدر يواكب التطور بتاع المزيكا. وخلي بالك برضو هي مسألة مش مسألة مزيكا بس، مسألة مزيكا وستايل مش لونهم دلوقتي. فالنهاردة طب هل هترجع تاني يا وليد؟ كايه يعني؟ كنفس اللون القديم هيرجع تاني؟ لا ما اعتقدش يعني. انا حاسه ان في انحدار في الميوزك. مش انحدار، هو تطور طبيعي يعني، زي برضو زمان الاول ما النقله دي حصلت ايه ده يعني. بس المعظم دلوقتي بقى مهرجانات يا وليد. يعني انت جيتي لي في الحته اللي انا يعني هي مهرجانات. بس هو في كده وفي كده يعني، في مهرجانات وفي لسه ناس تانية. وهي ليها، بصي هقول لحضرتك على حاجه، انا مع التنوع والاذواق. يعني المزيكا ما ينفعش تقولي ايه ده حلو وده وحش. انا ممكن ابقى حد صوته وحش مش بيغني بس بيأدي ويبقى له جمهور عادي جدا. تمام. فهي اذواق. المزيكا اذواق، الغناء أيوة، اذواق. ايوه، لان جت فتره ما قلنا هنوقف المهرجانات، استاذ هاني شاكر وقف شويه. الناس، في ناس كتير قوي زعلت، اعترضت. زعلت فعلا يعني. ليهم جمهور بس جمهور. انا يعني التحفظ شويه بيبقى على بعض الكلمات، الكلام اللي مكتوب. ممكن الكواليتي بتاعتهم طبعا تبقى شويه مش قوي. بس طيب، مكالمه تليفون مستنيها يا وليد من حد يقول لك انا عايز اشتغل معاك او تشتغل معايا. مين الشخصيه دي؟ لا ده انت مش هت كتير قوي. واحد بس، اختار واحد. اكتر واحد. من مطربين يعني تقصدي؟ مطربين، منتجين، ملحنين، موزعين، واتيفر. لا في اسماء كتير بس انا شخصية يمكن شخصيه واحده بس تتمنى فعلا ان هي تبص يقول لك انا اللي اكون. محمد حماقي يمكن. ياه. ليه؟ لانه انا شايفه هو من بدايته كان عارف رسم خطواته إيه؟ كويس قوي. بلس انه يعني كاريزما وكاركتر وستايل، هو مهتم بكل تفصيله. فبيطلع ازاي يعني مش بس المزيكا ومش بس الغنى. فحتى اوت اوف ستيج حتى برضو بيبقى مهتم بكل ده. فهي القصه كلها هي انت شايف وليد هيبقى زيه. انا يا ريت يا ريت. طب هنسمع ايه الحماقي؟ نسمع ايه الحماقي؟ جيت انت في الحته. هو اصلا اكيد مدام معجب قوي بحماقي كده، يبقى اكيد حافظ كل حماقي تقريبا. حاجه كده من الالبوم الاولاني بتاعه القديم. ماشي، انا بحبه. أنا الاوان نرجع تاني، وكفايه حلم وعمر ضايع في البعاد، وحياة عينيك استناني، والليلة قلبي أيوة جاي لك في الميعاد. أن الأوان نرجع تاني، وكفاية حلم وعمر ضايع في البعاد، وحياة عينيك استناني، والليلة قلبي أيوة جاي لك في الميعاد. روح قلبي طمن عليك قلبي، ده أنا من زمان قلبي بيحن ليك مشتاق، مستني وانت بعيد عني، جايز تضيع مني العمر كله فراق. طيب استاذ وليد، حاسس ان واخد اتجاه رومانسي قوي. انت بتشعر نفسك ازاي دلوقتي؟ بغني القديم يعني، بسمع القديم، بشوف هم كانوا بيغنوا ازاي يعني. بعتمد برضو على ودني اكتر، بيقف ازاي والمقامات ازاي والنقلات ازاي. الاغاني القديمه انا بعتبرها تمارين اصلا للصوت. كورس. بالظبط. بتسمع لفريد؟ طبعا بسمع الفريد، بس يمكن مش حافظ له حاجه، بس انا كنت كان في حاجه كده كنت اعملها. ممكن نغنيها. ماشي.
مني. شغلوني وشغلوا النوم عن عيني ليالي، ساعة أبكي وساعة يبكي علي حالي. شغلوني وشغلوا النوم عن عيني ليالي، ساعة أبكي وساعة يبكي علي حالي. ليالي 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 عهدو باقي مهما جرالي. تيرارا تيرارا تيرارارارا قلبي ومفتاحه دول ملك ايديك، في مساء وصباحه بيسألني عليك. ده القلب جراحه من رمش عينيك، في مساء وصباحه بيسأل عليك. قلبي ومفتاحه مفتاحه دول ملك ايديك، وكلام ساعتين فات في دقيقتين وقالوا نوبتين قلبين وروحين. فين كنت فين جتلي منين تيرارارا، والايام دي كانت غايبه عني فين. نظره عين فايت القلب وفي جرحين من حلاوتهم قلت يا ريت كان لي قلبين. كنت فين كنت فين وانا فين. احبها كتير الاغنيه دي، من الاغاني التحفه طبعا. بالظبط. طيب استاذ وليد، دلوقتي في يعني بقى كتير بيتجه لمسابقات الغنى، مسابقات التلحين بيقدموا فيها والناس بتطلع فعلا وبتوصل، ما فكرتش في حاجه زي كده؟ الحقيقه يعني خالص. يمكن جربت بس من 2010 تقريبا مره وما حاولتش تاني يعني. الحقيقه مجربتش تدخل زي عرب ايدل الناس دي؟ ليه والله بصي، انا بحب المزيكا وبحب الغنى وبشتغل على ده، انا نفسي اوصل لحاجه معينه بس سايبها تيجي كده يعني واحده واحده. يعني انا بعمل حاجه حبيبها، step by step. بعمل حاجه حبيبها. مش هقول ان انا مش مستني منها حاجه ومش مستني ان انا اوصل، لا طبعا مستني وبشتغل على ده اوريدي. بس جت اوكي يعني. يعني الاغاني اللي انا بعملها مثلا انتشرت وناس عرفتها كويس، ما ده ما حصلش انا هفضل مكمل برضو لان انا بعمل حاجه بحبها. يعني ايه رايك في استاذ هو الغنى او التلحين ترتيبه ايه في حياه حضرتك؟ هو رقم واحد بس انا فهمت قصدك. لا هو رقم واحد، هو رقم واحد بس. يمكن انا عندي شغل تاني غير المزيكا، فده يعني واكل نص يومي. فبقدر الامكان بحاول ان انا ايه اوفق ما بين شغلي ده والمزيكا. يعني نقدر نقول ان المزيكا موهبه بالنسبه لك؟ ستيب ماشيين مع بعض كده. سيم سيم. ماشيين مع بعض. موهبه صح؟ المزيكا بالنسبه لك دي موهبه؟ طبعا. طب ايه رايك بقى جايه في الدرجه الثانيه الشغل الاول؟ لا هو يمكن مؤخرا نظرا لان انا مضغوط في شغلي. فبس لا هي هم ماشيين مع بعض وان شاء الله الفتره الجايه يبقى في اختلاف يعني ان شاء الله. طيب استاذ حلم بكر، ايه رايك فيه؟ تاريخ كبير طبعا. انت عايزه توقعينا مع الناس؟ لا والله مش بقى. لا 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 تاريخ كبير مدرسه. طبعا. يعني تفضل تشتغل معايا؟ اضافه ليا اكيد. ايه اللي انت محتاجه منه كاضافه ليا؟ حاسس ان في حاجه ناقصه عند وليد فهو استاذ حلم هيكملها ليك؟ لا هتعلم منه كل حاجه ديفينتلي يعني اكيد. التشطيب الاخير زي ما بيقولوا مثلا يعني لو هنعتبرها كده. طيب ايه اللي ناقص عند وليد حاسس ان هو لسه ما وصلش؟ يمكن محتاج شويه اطور نفسي برضو في الغنى شويه.
تطوير ذات من ناحيه ال الصوت اشتغل على الطبقه اكتر. بالظبط. ومحتاج برضو اذاكر المزيكا كتير. تمام. هنسمع ايه تاني؟ نسمع ايه تاني؟ محمد انزيل. ماشي. سحاب رمشه ورد الباب كحل الاهداب نسيت اعمل لقلبي حجاب وقلبي داب 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 رموشه تميل على خده جناح رفرف على ورده ولو طلب القمر وده أمل كذاب أمل كذاب نسيت أعمل لقلبي حجاب وقلبي ده سحب رمشه ورد الباب كحيل كحيل والكحل من بابل وامتى عيوننا تتقابل كحيل كحيل والكحل من بابل وامتى عيوننا تتقابل يا دوب كلمة وانا قابل ولو بعتاب نسيت اعمل لقلبي حجاب وقلبي ده سحب رمشه ورد الباب. تحس ان فعلا في القديم في باور عالي جدا. خليك قديم. ما انا قديم. بحب تظريت لما تكون قاعدة كده مع اصحابك و دندن ازاي؟ هم بقى بيطلبوا ايه؟ وبعدين نيجي لمرحلة بتدندن ازاي دي بعد كده؟ بيطلبوا ايه؟ لا يعني هو انا اصحابي اصلهم يعني ايه متقسمين كده فئات يعني. طب كل فئة عايزة ايه مثلا؟ في ناس مثلا بتسمع شعبي، دول انا ما بقعدش معاهم اصلا. تمام. او مش شعبي، خلينا نقول مهرجانات. يعني انت لا بنتكلم، لا سيبك من المهرجانات. الشعبي حاولت تشتغل. بيقول لك هم فئات بقى. لا انت ما حاولتش تغني شعبي؟ مش مهرجانات. شعبي شعبي ده شعبي ده اللي هو حكيم مثلا، اللي هو عبد الباسط حمودة مثلا. عدوية. ما لا ما فكرتش الصراحه. طيب نيجي بقى للشله الثانيه اللي انت بتحب تقعد معاها. لا هو انا دماغي برضه انا بحب الاغاني القديمه، فتلاقيني دايما ايه بحب اغني قديم. هم بقى بيحبوا يسمعوا ايه منك؟ يعني واحد زيك كده منهم ما تسمعنا الحته دي ايه بقى؟ يقول لك ايه؟ يعني بيحبوا مثلا المايك بقى. ممكن بهاء سلطان مثلا. بهاء سلطان ده مش واخد لون شعبي برضه؟ يعني مش قوي. كانت زمان في اغنيه اسمها يا ترى يا حبيبي، صح؟ هو ده كانت تقريبا ايام 2000. بالظبط. يا ترى ويومين وعدوا هما بالظبط. وياك. بص انا مش حافظ لبهاء سلطان قوي، بس هنقول حته صغيره كده. كان يا ما كان في زمان، كان في قلوب بتحس بيا وتخاف علي وقريبين، كانت عينيهم حضنين عينيا، دلوقتي راحوا يا قلبي من ايديا 10 سنين
وبقينا يا قلبي لوحدنا ويا اللي كان هنروح لفين انت وانا من الذكريات وبقينا يا قلبي لوحدنا ويا اللي كان هنروح لفين انت وانا من الذكريات. لا حلو. طيب احنا الفتره اللي احنا فيها وفيروس كورونا والكلام ده كله بنرجع من الحظر بدري شويه وانت قاعد بقى بتشرب قهوتك كده في البلكونه بتقعد تدندن ايه مع نفسك؟ جايب قاعد زي ام فودي بتعمل ايه؟ يعني برضو اللي بيجي على بالي يعني ساعات ايه جديد بقى؟ جديد مثلا في ناس كتير، في رامي صبري، في تامر طبعا. اشمعنى تامر طبعا؟ ده تامر لازم يبقى طبعا بعد على طول يعني لازم طبعا. طب ايه في تامر طبعا؟ ايه اكتر حاجة؟ اكتر حاجة طيب امسك المايك واول حاجة تيجي على بالك غنيها. طيب طب ساعدوني في الاختيارات. تامر طبعا. تامر طبعا. ما تغنيش تامر. ماشي. او في انهي تامر؟ تامر حسني ولا عاشور؟ تامر حسني وتامر عاشور ورامي صبري. انا برضو بحب رامي صبري جدا. حدد الهدف نصيب الهدف. انا بحب تامر حسني. طيب نسمع ايه لتامر حسني؟ من انت عايز. نقول مش حاجة ليه على بالي قوي دلوقتي. الشريط القديم خالص زمان لو من 4 سنين تقريبا. الأغنية اسمها ايه طيب؟ لا مش متذكرة والله. عارف لو انت غنيتها هتلاقيني بجيبها معاك. طيب نقول حاجة تانية ممكن حسن الأسمر مثلا. لو خايف ايه ممكن تقولها حسن الأسمر؟ لو خايفة. طالما احنا في الإيربيز بيقولوا لي لو خايفة. لو خايفة؟ لا مش حافظ غيرها. تامر برضو لازم تامر. حسن الأسمر لغاية ما نفتكر تامر. ماشي قرب حبيبي. لا مش حافظها. مش حافظ. ما تتكلموش خالص انتوا تجيبوا حاجات مش حافظها. حسن الأسمر برضو كان من المطربين الشعبيين الجامدين جدا. انا بحب الحاجه اللي فيها طرب شويه، بحب الحاجه اللي فيها لان هي اللي بيبقى فيها شجن، ان هي اللي بيبقى فيها شغل شويه في الغنى. ده انا بحب اسمعه شويه يعني. مجدي القاسم ايه دنيا تاكل. وانت حتى لما بتيجي تغني الشعبي بتنقي فيها الطرب مش الشعبي. بالظبط. يعني حسن الاسمر كان ليه اغنيه زمان بتقول على فين يا هوا يا هوا يا هوا، على فين يا هوا موديني، على فين يا هوا يا هوا يا هوا، على فين يا هوا حترميني، على مر ونار ولا على مرار، على مر ونار ولا على مرار ولا على غرام تكويني، على فين على فين يا هوا، يا ليل يا عين من اسود زماني، ميل يا ليل داويني بلاش جرح تاني، يا ليل يا عين من اسود زماني، ميل يا ليل داويني بلاش جرح تاني، ميل يا ليلي وقول ايه اخر الاماني، على مر ونار ولا على مرار، على مر ونار ولا على مرار ولا على غرام يكويني، على فين على فين يا هوا. مع الاسف يا وليد وقت حلقتنا خلاص، يعني فاضل لنا دقيقه هنختم بقى معاك باغنيه ونكمل بيها. بس احنا يا دودو قبل ما نختم لازم نقول للمشاهدين ان احنا كنا سعداء معاهم جدا الموسم ده، وان شاء الله باذن الله هتلاقونا في رمضان بس مش على التي في، هنكون على راديو فوازير دوبلاج. طبعا احنا متعودين ان في رمضان بتبقى القفشات دي معانا،
وان شاء الله بعد رمضان نكون معاكم في برنامج جديد وقناة جديدة ان شاء الله على التيفي. ان شاء الله نشوفكم على خير، وتكون الفترة اللي احنا فيها تكون عدت على خير على كل الناس بإذن الله. ونرجع بقى مع أستاذ وليد. نختم معي. صفيني مرة ترارا وجفيني مرة ترارارارارا وما تنسانيش كده المرة، صفيني مرة وجفيني مرة، كنا سوا قلبين الحب جمع شملنا ترارتتا، والعين تقول للعين احنا اتخلقنا لبعضنا.